السلام عليكم. اليوم نروحوا لمنطقة باب الواد اللي نقف على الأشغال تاع الترميم تاع العمارات، ونلاحظ أنه فيه أشغال تاع الترميم تاع العمارات على مستوى ساحل الكيطاني وباب الواد، ونلاحظ أنه للأسف أنه اللون اللي اختير للترميم هذا اختير لون قهوي، لون بني، وهذا اللون هذا كان يعني أحسن لو كان أبيض للبنايات، لكن لاحظ أنه فيه البنايات تم ترميمها باللون البني. المهم انه فيه عمليات تاع ترميم نتاع الساحل نتاع الكيطاني، وخاصه على مستوى باب الواد فيه عمارات تم ترميمها على الساحل، ولكن المؤسف والشيء اللي ننتظروه هو انه هذا الترميم خص غير البنايات اللي واقعين على الشارع الرئيسي، لكن من في الشوارع الداخلية عندما ندخل للداخل مازال الترميم مازال ما لحقهمش. على كل حال العملية هذه ما سهلة باش ترمم كل البنايات، وهنا نلاحظ الريال هذه فيه هذيك اللي بارابول دايرين حالة، لازم القضاء على لي بارابول في كل الشروفات. هنا نلاحظ انه فيه عمليات تاع الترميم في البنايات هذه، هنا نلاحظ انه فيه عمليات تاع الترميم في العمارات هذو هنايا، لكن الترميم هذا يخص غير العمارات اللي جايين على الطريق، وكاين شوارع كثيرة من الداخل لابد من الوصول إليها، ولازم التنقية تنقية تنقية نقوها من كما راهي هذه العمارات. هنا فيه عملية تجديد عمارات، شيء جميل، لكن اللون كان من الأحسن يكون أبيض عواض يكون بهذا الشكل البني هذا. وكذلك لابد من القضاء على هذيك لي بارابول في الشروفات. إذن هنا نلاحظ فيه
عملية الترميم نتاع البنايات، وفي حدائق كثيرة هنا لابد من الاعتناء بها و صيانتها وتجديدها. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.